الشوط بحفظ الله ورعايته، ونتابع وإياكم هذه الاندفاع وهذا الانطلاق، ونتابع هنا هذا الانطلاق. شاهد يلي بتشاهد هذه الشعارات وهذا الاندفاع وهذه الأسماء المشاركة والانطلاقات القوية والاندفاعات مع هذا السن الصغير، هذا السن الذي ابتدأ الآن، وهذه الانطلاقات هنا مع بداية الموسم الجديد. ونتابع هنا هذا الانطلاق، وهذه أيضا آخر التمهيديات الصيفية نتابعها وإياكم. والمركز الأول مع الغزيل، علي بن بخيت بن هلال العذبة، ومن اللي ما يعرفها الغزيل ما شاء الله تبارك الله. أشواط أيضا رئيسية ها هي تتابعونها أمامكم، وهي تقود مسار المشاركات. بينما المركز الثاني هناك بنت بعدي منصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري على المركز الثاني، بينما النقل على المركز الثالث اللي هي المفترة أيضا المفترة صالح بن محمد بن مجاد النابت هناك، ولكن حصل تغيير من حضيضة لسعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري، ولكن الله هناك التسلل من الحصانة سالم بن جهويل المري، وأيضا قدوم خطير من اللي أيضا اللي هذيبة خليفة بن خليفة العطية على المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وروح وروح يا عويضة، روح يا عويضة أيضا هنا الكيلو المتر الأخير، وعويضة في الصدارة مع الغزيل، الغزيل على المركز الأول. يا سلام يا علي بن بخيت بن عويضة العذبة، سلام وتحية واحترام على هذا الانطلاق الجميل مع الغزيل على المركز الأول، ولكن الله الخطورة أيضا من بنت بعدي منصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري والزعبي، يقول لك ايضا يا عويضه الوضع ما يطمن هنا بن دلهم في الخطوره والمتابعه القويه والقدوم من حضيضه حضيضه حضيضه، وهناك ايضا انطلاقه حضيضه سعيد بن حمد بن محمد الطفله، ولكن الله يا سلام فيلي فهد بن علي بن سند المهندي على المركز الرابع والمركز الخامس، هنا وصول جديد من الدوحه مبارك بن حمد بن مسر الشهواني على المركز الخامس، ولكن الله الغزيل الغزيل والعصا في البطان، ولكن الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا بن دلهم، يا سلام عليك يا بن دلهم، يا سلام على هذا الانطلاق مع بنت بعدي منصور بن سعيد بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، الله عليك يا بن دلهم، الله على هذا الانطلاق، سلام بن دلهم سلام. ولكن ارصدونا المركز الثاني، هناك القدوم من التماس طالب بن علي بن عمارة المري على المركز الثاني، ولكن الله يا الامتار الأخيرة، الامتار الحساسة، الامتار المجنونة، ولكن نسلم على عزبة بن دلهم وعلى هذا الانطلاق الجميل. بنت بعدي لمنصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، سلام 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 وتحية واحترام للدلهم على هذا الفوز أمام خط نهاية المركز الثاني اللي هي التماس طالب بن علي بن عمارة المركز الثالث، المركز الثالث اللي هي الجزيرة صالح بن راشد الدعبة المركز الرابع، المركز الرابع من وصلتنا الغزيل علي بن بخيت بن هلال العذبة المركز الخامس.